كيفاش بشتكون قفة تونسي في شهر رمضان المعظم؟ هذا هو السؤال اللي يشغل كل تونسي اليوم. كيفاش بشتكون الأسعار؟ شنو اللي بش يكون موجود فيها؟ عدة أسئلة تطرح في هذا الصدد. سعد استقبال عمر الباهي وزير التجارة. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. قبل ما نبدأ في التفاصيل، قناة التاسعة كانت واكبت الندوة الصحفية اليوم اللي انعقدت باشتراك بين وزارتي الفلاحة والتجارة. نشوفوا أهم الخطوط العريضة اللي وردت في هذه الندوة الصحفية ثم نعود. أسابيع قليلة قبل استقبال شهر رمضان، أكدت الحكومة أن تزويد السوق بالمنتجات باش يكون محكم بفضل تقاطع شهر رمضان مع فترة وفرة إنتاج الخضر والغلال، إضافة لوجود مخزون تعديلي هام باش يتم ضخه في الأسواق، علما وأنه تم تدعيم الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء بتوريد 1340 رأس من العجول على أن لا تتجاوز أسعارها 21 دينار للكيلوغرام الواحد. بالنسبة للبطاطا حوالي عندنا 50,000 طن خلال شهر ماي موافق شهر رمضان، طماطم حوالي 32,000 طن، الفلفل حوالي 30,000 طن، الفقوس حوالي 22,000 طن، القراب وطزينة 10,000 طن، الخضر الورقية 20,000 طن، منها 6,000 طن معدنوس. بالنسبة للبصل الربيع حوالي 20,000 طن، وسنضخ معناها قرابة 1500 طن من التمور في الأسواق بأسعار بين 6,000 و 8,000. بالنسبة للبرتقال الصيفي عندنا 7,500 طن، الليمون 3,800 طن، والتفاح الخرفي 2,000 طن. وزير التجارة عمر الباهي طمأن المستهلكين بأنه لن يتم الترفيع في أسعار المواد المدعمة، وأنه مادة الحليب متوفر بالكميات اللازمة، فمخزون الحليب المعقم بالمركزيات يبلغ حوالي 29.3 مليون لتر خلال منتصف شهر أفريل الجاري، ويتوقع أن يتم تجميع حوالي 78 مليون لتر خلال شهر ماي الموافق لشهر رمضان حسب المعطيات الرسمية. برشا حملات هاو ارتفاع 30%، هاو الحليب مش موجود، هاو مش صحيح. ما تقولش حتى ارتفاع في شهر رمضان مش صحيح، والكمية تاع الحليب موجودة عندنا أكثر من 30 مليون لتر، وما هوش يتم ترفيع على مستوى الاستهلاك في سعر الحليب، هذوما تأكدوا منها. والبيض كيف عندنا أكثر من حسب التقريب 40 مليون بيضة باش تكون موجودة باش ندخلوا بها في شهر رمضان. كيف الناس هاو الحم باش يولي ب 35 دينار مش صحيح، باش الحم توا الماكسيموم اللي هو موجود في حدود 27-28 دينار، وإحنا كميات المبردة نتاع اللحوم الحمراء اللي وردناها باش تبيع قاعدة تبيع ب 21 دينار. وبالتوازي مع هذا، أكدت وزارة التجارة أنه حملات الرقابة باش تتواصل بكثافة للضغط على الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، وتستهدف الحملات بالأساس المخازن العشوائية وحركية التنقل عبر الطرقات وأسواق الجملة والتفصيل ووحدات الصنع والإنتاج. وحسب وزارة التجارة فإنه تم رفع 118 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 2000 طن من الخضار والغلال و36 طن مواد مدعمة خلال الأسبوع الجاري. في يومين فقط من عملية المراقبة تمكننا من حجز تقريبا، تنشوفوا الأرقام، 2500 طن ومبلغ 2 مليون دينار. هذا يبين كم معناها المضاربة ربما والاحتكار لدى فئة معينة من المدخنين الاقتصاديين. بالنسبة للمواد المدعمة، توصية أيضا على مستوى الحكومة واضحة لمختلف أجهزة الرقابة، اقتراح العقوبات الأقصى. إذا كان القانون فيه عقوبات سلبة للحرية ونلقاو تاجر يتلاعب بالمواد المدعمة، فالمفروض يكون اقتراح تاع غلق، ولكن اقتراحات سلبة للحرية. إذا كان هذا يتلاعب بقوة المواطن ومقدرة الشيء المواطن، وفي القانون يسمح باش تقترح فيه سجن، لما لا؟ وفي إطار الدور التعديلي للدولة بمناسبة شهر رمضان، باش يتم تركيز عدد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها خيمة في شارع الحبيب بورقيبة متكونة من 40 جناح، تفتح أبوابها يوم 4 ماي القادم قبل استقبال شهر رمضان. سيد وزير التجارة، قبل ما نبدأ في تفاصيل الندوة الصحفية وما أعلن خلالها، سمعنا برشا أرقام إيجابية، سمعنا برشا إجراءات إيجابية خلينا نقوله، لكن خلينا نبدأ بالإمبريسيون جينيرال اللي عند التونسي اليوم. يعني يحس اللي ثم نقص في المواد المعروضة، يحس اللي أحوال التجارة الداخلية والأسواق ما هيش على ما يرام. شنو هو سبب الإمبريسيون هذايا والانطباع العام هذايا؟ هل لكونه دو تون زون تون وبرشا تقريبا ولينا نعيشوا على وقع الإشاعات، أو ما ثماش عظمة أو ما ثماش حليب أو مثلا الحم باش يولي 35 دينار، أم بالفعل ثم نقص وثم زيادة في الأسعار وقاعدين نعيشوا فيها كل نهار؟ شكرا. هو تحكي أنت على البيرسو، وثم سنتيمون موجود، وثم حتى في الرياليتي نتفهموا اللي التوانسة معناتها يحسوا اللي الدنيا غليت. شوفوا عملنا نسبة التضخم خلطت معناتها 7.5%، دونك ثم
ارتفاع موجود لكن نسبي، لكن للاسف معناتها مرات نشوفوا ثم تهويل نتاع الظاهره هذه وثم معناتها اكزاجيراسيون شويه في العمليه هذه. احنا متفاهمين الوضع ونعملوا قصارى جهدنا على مستوى الحكومه باش نتحكموا في الوضع هذا اللي هو وضع دقيق اللي جاي من عده مناخ، اللي جاي من المناخ ما نساوش تعدينا ثلاث سنوات جفاف، تعدينا زاده بقانون ماليه في 2018 اللي كان فيه عده اجراءات اللي فيه ترفيع يعني في الاداءات اللي كان عنده انعكاسات، فهمت؟ ثم زيادات صارت في الـ في الـ في المازوت وفي الليسانس اللي كان زاد عندهم انعكاسات، هذا الكل يخلي اللي ثم شويه معناتها تضخم اللي شفناه. لكن احنا على مستوى التزويد، احنا اهم حاجه هي تزويد السوق، لازم نلعبوا على تزويد السوق بكافه المواد، والتزويد هذا يتم بالتنسيق مع وزاره الفلاحه خاصه على مستوى مستويات الانتاج، بنتاكدوا اللي مستويات السوق موجوده، اللي المواد اللي استهلكها التونسي في رمضان موجوده. ولذلك احنا نقوموا بحاجتين، نقوموا بمخزونات التعديليه، وكان ثم لجوء الى التوريد نوردوا باش نجموا السوق في شهر رمضان وفي بقيه الاشهر، وخاصه في شهر رمضان اللي هو شهر معناتها بامتياز نتاع استهلاك، ولذلك الحملات الرقابيه تكون زاده حملات استثنائيه مقارنه بالشهر هذا العظيم وبالاستهلاك المهم اللي قاعد يصير، واللي مرات يصيروا عمليات نتاع احتكار في الشهر هذا. لذلك العمليه الرقابيه هي الحل. نحكيو لا لا مش كان الحل الاسلم والحل المهم هو التزويد نتاع السوق واللعب على التزويد نتاع السوق بالكميات اللازمة باش ما تسمش نقص، حتى كي يتم نقص وقت يتم الاحتكار. لذلك احنا قلت تزويد السوق يترتب عليه بشكل آلي انخفاض في الأسعار، تزويد السوق ما يتمش يترتب عليه بشكل آلي عدم ارتفاع في الأسعار، يتم عليه سيد وزير يتم عليه بشكل آلي. كمل دقيقة بركة، اش معناتها؟ هذيك السوق يبدأ مزود بالقدا يسم ثم نقص، باغ اكزومبل صار في مية البطاطا، وذلك شفنا ارتفاع مقارنه بالفتره القادمه. تدخلنا بالمخزون التعديلي، احنا عندنا مخزون تعديلي من البطاطا عملناه في شهر جوان باش نوريك معناتها، وخلينا منه لحد الان 2300 طن باش نجموا ندخلوا بها من شهر جوان. خليني خسرة. في القاعده هذه نقول لك تزود السوق الاسواق ما تطلعش هيك ولا كي يبدا تزويد محكم الاسواق ما تطلعش. كي يبدا تزويد محكم اليوم هذه ارقام قدمتها جريده الشعب، قراءه في مؤشرات سوق الجمله بير القصعه لشهر مارس، مارس 2018 ومارس 2019. الغريب انه من امثله كميه البصل حشاكم زادت المعروضه زادت 50% من عام اول السنه، لكن سومو زاد 54%. الاسماك كميه الشورو اللي تعرضت زادت 42%، السعر نتاعو زاد 43%، التريليا البيضاء الكمية المعروضة زادت 56%، لكن يفترض بالقاعدة اللي كنت تقول فيها يفترض ما تزيدش يا خويا مش طالبين ترخص. الكمية زادت تقريبا النصف لكن سعرها زاد 26%. فسر للتوانسة علاش التزويد ينجم يرتفع ولكن الأسعار باقي تطلع. هو التزويد نشوفوا الارقام اللي قلتهم معناتها بصفه عامه التزويد مقارنه بالسنه الفاتت ثم نقص في التزويد في عده مواد، دوك علاش شهدنا ثم ارتفاع باغ اكزومبل في ماده البطاطا، ثم نقص في التزويد بصفه عامه مده الفتره اللي قعدت الكل، علاش اللي ثم صار ارتفاع في ماده الطماطم زاد ثم نقص في التزويد، هاك علاش ثم ارتفاع في ماده الفلفل ثم نقص في التزويد، هاك علاش ثم ارتفاع. لكن زاد ما نساوش اللي كميات من الخضر ومن الغلال ما تعديش زاد بالسوق الجمله برك، ثم كمية تعدى بسوق الجملة وثم كميات كبيرة مش قاعدة تعدى سوق الجملة، وهوك علاش احنا نعملوا في حملات كبيرة على الطرقات باش نخليوا أكثر الكميات تدخل لسوق الجملة باش نجموا على الأقل نجموا نتحكموا أكثر في الأسعار وتجم يكون عرض. نسبة اللي احنا يعني حسب التقرير الخضر والغلال اللي تتباع يعني في المسائل غير قانونية ما بين 40 و 30% تتباع البر، ما بين 40 و 30% من الخضر والغلال قاعدة تتباع البر، هذا معناتها وثم راهو دي سيركوي كور معناتها ثم ناس فلاحة تبيع بطريقة مباشرة. لكن أكدوا عليه شو احنا شهر رمضان اللي جاي على لي برودوي اللي هما حساسين كيما العظم، عندنا ستوك نتاع 40 مليون بيضة، الحليب عندنا ستوك نتاع 30 مليون، واحنا توا في موسم الذروة نتاع الإنتاج، معناتها يوميا قاعدين المركزيات يخلط لهم أكثر من 2 مليون لتر، والاستهلاك نتاعنا في رمضان ما بين 1.8 و 2 مليون لتر، معناتها بالإنتاج اليومي معناتها الحليب اللي موجود يكفي، لكن رغم ذلك عندنا ستوك يعني عندنا مخزون اكثر من 30 مليون لتر، دونك هذا في الحليب ما ثم حتى هذا في الحليب في البيض عندنا تو عملنا ستوك ب 40 مليون 40 مليون بيضه، واحنا الاستهلاك في رمضان حسب التقريب في 180 مليون،
والانتاج في العاده في ال 150 معناتها 150 و 40 مليون اللي هو ستوك 190 يعني مليون يعني مانيش باش نوردوا عظم سنين لا لا مثلا الكميات اللي موجوده ما نوردوش في العظم هنا ما نوردوش في العظم في تونس ما عظمش تولي نتاع عظم صارش معناتها كيف في اللحوم البيضاء الاسعار الان معناتها انتاج عندنا 11500 طن في الشهر وال 11500 طن هذوما يخليوا لي الاسعار نتاع الدجاج باك توا في حدود ما بين 6500 و 7000 معناتها الكيلو باك الدجاج الموجود ولذلك علاش خاطر مستوى الانتاج اللي خدمنا عليها مع وزاره الفلاحه في حدود 11500 كيف كيف في مستوى الاسكالوب الكل معناتها ثم نقص على ماده اللحوم الحمراء ولذلك المنتوج هذا وردنا منه كميات والكميات اللي وردناها راه تمثل حسب التقريب 5% من الاستهلاك نتاعنا ماهيش كميات كبيره معناتها لكن الكميات هذه مهمه علاش خاطر قاعدين نبيعوا فيها باسعار معقوله اللي هي 21 دينار الكيلو لحوم مبرده هذه قاعده موجوده في المساحه قداش يمثل كميه اللحوم هذه مبرده او مجمده 5% إيه مش من تقاليد التوانسه يشري اللحم مستورد لا ياخذوا علاش موجود وقاعدين ياخذوا احنا شنو نعملوا نحبوا نقصوا في الضغط راهو احنا لازمنا معناتها مهم في تونس اللي قاعدين نستهلكوا في البرودوي نتاعنا، في تونس عندنا الاكتفاء الذاتي في عده مواد وعده منتوجات فلاحيه، عندنا بعض المنتوجات كيما نشوفوا اللحوم الحمراء عندنا اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء قاعدين نوردوا يعني بقري وعلوش هكا زوز زي العلوش باش نوردوا كميات ضئيله جدا ماهيش كبيره معناتها في شهر رمضان باش نجموا نقصوا الضغط خاطر شنو سي محمد المشكل راهو يتخلق راهو مرات البري يتبدل نتاع زوز 3% راهو مش لازم تبدا تقص 20% باش يطلع برشا يشوف فيه ثم ديزيكيليبر في المارشي نتاع زوز 3% يخلي لك المارشي يطلع برشا والسوم يطلع ياسر هاك علاش احنا ندخلوا في شهر رمضان في الاشهر الاخرين باش نجموا نحافظوا على النيفو نتاع الاسعار حتى ولو 5% سيد الوزير حتى يتم توريد 5% يعني هوني نتسالوا هل انه منظومه اللحوم الحمراء في تونس والانتاج الوطني نتاعنا اليوم غير قادر انه يلبي حاجيات المواطنين شنو المشكل كي احنا نوردوا ما فهمتش انا كي نقولوا نوردوا كان شنو المشكل نجموا نوردوا احنا في تونس قاعدين نصدروا وكيما اون اكسبت باش احنا نصدروا لازم اون اكسبت باش احنا نوردوا فرنسا من اكبر المصدرين في العالم والمنتجين في العالم تاع اللحوم الحمراء تورد زاده في اللحوم الحمراء شنو المشكل؟ ما لازمش يكون مشكل احنا عملناه في 2018 صدرنا قرابه 15 مليون لتر من الحليب ووردنا 10 مليون لتر من الحليب وقت ينقص معناتها ما ثماش مشكل ما لازمناش نردوها مشكل احنا نوردوا احنا عندنا الاكتفاء الذاتي في عده مواد فلاحيه عندنا نقص في بعض المواد اللي قاعدين نلجؤوا للتوريد باش نجموا نعملوا الاكيليبر نتاع المارشي هذا اللي قاعدين نشتغلوا عليه في الحكومه نحب نطمن راهو في رمضان كيفة المواد اللي نحكيوا عليها هذه باش تكون موجوده وباش تكون موجوده باسعار معقوله واجهزه الرقابه باش تكون موجوده اما اخبار الرقابه راهو التزويد باش يكون معناتها يتم بطريقه معقوله واليوم في الندوه مع وزاره الفلاحه وهذا ما نشتغلوش عليه توا قلت لك البطاطا اللي نحكيوا عليها اللي موجوده في الفريجو راهو عندها تعرف قداش عملناها في شهر جوان تم خزنها باش نجموا ندخلوا بها توا معناتها قرابه 10 اشهر من بعد توا دخلنا بها باش نجموا نتحكموا فيها في الاسعار انتظاراتكم سعر البطاطا قداش يولي في شهر رمضان؟ احنا انتظاراتنا دينارين توا لا ماشي بدينارين توا بدينار ما بين دينار و600 ودينار و700 مستوى التفصيل بدينارين في صفاقة الجمعة اللي فاتت توصلت 30 اليوم نحكيو على اليوم صحيح أربع أيام التالي كذا أيام التالي بدينارين عندك الحق عندك الحق من قرية في الساحل ثلاثة أربع أيام التالي كانت الأسعار هكاك توا علاش توا تحسن المستوى نتاع العرض اليوم انت حكيت على بير القصعه اليوم في المارشي نتاع بير القصعه اكثر من 150 طن من البطاطا دخلت وتباعت بمعدل نتاع سعر بدينار و30 المعدل نتاع السعر بيان سور ثم السعر تبيع بدينار 400 اكثر سعر واقل سعر ب 600 مليم على خاطر شنو البطاطا المخزنه ثقة في الارقام المعلنه سيد الوزير عندي ثقه في المخزنه الخضار يقول لك نشري بفاتوره فيها دينار وندفع 600 مش الطاوله مش احنا السعر نتاع البطاطا مسيب ما ثم حتى انترفونسيون من الرقابه على مستوى السعر هذا السعر مسيب الكميه تدخل وقاعدين يدخل قلت لك يدخلوا 150 طن من البطاطا في رمضان السوم قاش باش يولي هاني قلت لك باش ينخفض مقارنه بالفتره توا يبيع ما بين 1500 ما بين 1400 و 1700 نلقاو البطاطا بدينار في سيدي رمضان دينار و 200 بدينار باش نلقاو ان شاء الله في الشهر الجانب الصحي مادام حكيت على خوذ الوزير راهو البطاطا اللي هي مخزونه اللي هي مخزنه مش قاعده تبيع بالاسوام هذه البطاطا المخزنه قاعدين نبيعوا فيها ب 900 مليم على مستوى المارشي دو جرو معناتها على مستوى سوق الجمله وتتبيع على مستوى التفصيل بدينار و120 وبدينار و180 معناتها هذيك اما هي بطاطا معناتها مخزنه ماهيش عندها شفرت كاليتي نتاع البطاطا الجديده اللي قاعده تنتج توا اللي قاعده تبيع في حدود دينار و200 دينار و300 دينار و400 فقط مادام حكينا على اللحوم الحمراء ضمن التوانسه على صحه اللحوم هذه خاطر كثر الحديث على انه ما امراض فيها في الابقار فيها امراض السموم اللحوم هي مصابه ومثلا عمليه رقابيه
وحتى بير القصعة نحكيو عليه اللي هو غير طبيب بيطري. يعني مش صحيح وانا نكذب كومبليتمون الشيء هذا. ثم كان طبيب بيطري متعاقدين معه في 2015 ووقفوا التعاقد معه، وثم توا منذ سنة 2016 طبيب بيطري معناتها انجان موجود غاديكا كل يوم في سوق نتاع الحوت وقاعد موجود، وانا مشيت عدة مرات ولقيته طبيب بيطري اللي متعاقد معه السوتيو ماك متعاقد معه. المسالخ 50 مسلخ نكمل جست حتى على مشكلة التوانسة على الكاليتي نتاع اللحم. راهو اللحم اللي هو امبورتي، اللحم هذا راهو مش هكاك نجيبوا فيه من اوروبا، واوروبا معناتها السانيتير نتاعهم والامور الصحية معناتها على مستوى عالي، واحنا زاد نمشيو ثم معناتها طبيب بيطري يمشي يثبت من شركة اللحوم دي تكنيسيان يمشي ويثبتوا في الكاليتي نتاع اللحوم هذا قبل ما نوردوها الكاليتي الصحيه، وتجي زاد راهو بالسيرتيفيكا السانيتير نتاعها تجيب الشهاده الصحيه نتاعها، معناتها ما ثم حتى مشكل من اللحوم هذا. يتم زاد توريد كميه من اللحوم المجمده اللي تمشي للقطاع السياحي على خاطر السنه ان شاء الله في قطاع في عام سياحي موسم سياحي واعد، وانا كان عندي لقاء مع السيد وزير السياحه ومع المهنيين من السياحه باش نشوفوا شنو الانتظارات نتاعهم، شنو الكميات اللي يحبوا اللي باش يستهلكوهم باش نجموا نعدلوا الان معناتها نيفو على مستوى. انا نفهم انه في خطابك عندك ميل الى انك تطمن الناس، يمكن هذا جزء من دورك كوزير وانا جزء من دوري اني نطرح الاسئله اللي يستناو الناس انها تطرح على وزير التجاره. اليوم كان عمل طلع على الجرايد مش تلقى اشتراك في عنوان الفكره نتاعه، وكانه التوانسه ما ياكلوا كان في سيدي رمضان. يعني كل هالمجهود اللي يتعمل واهتمام من رئيس الحكومة وحملات مداهمة وزيارات للأسواق كلها مركزة على سيدي رمضان، إيه وخارج سيدي رمضان ثم وضع أنت أدرى الناس أنه وضع فيه مشاكل. الززار اللي كنت تاخذ من عنده اللحم يعني كان يذبح في الجمعة 3 أو 4 مرات يذبح البقري، تو ما عادش يذبحه لأنه غلاء البقري. أرقام تقول 30,000 رأس بقر تم تهريبه خلال 8 أشهر. أنت في حوار ليك في شهر جانفي قلت سيتم تعزيز سلك المراقبين بمئات مراقب مئات مراقب صحيح، وسوى توفير 100 سيارة. المراقبين اللي هما أعوان محلفين لدى العدالة عددهم 291 فقط على كامل تراب الجمهورية، 600 المحلفين لدى العدالة، إداريين محلفين لدى العدالة 700 عون حسب التقريب. أنا أعطيتك رقم مصدري من وزارة التجارة النقابة نتاعهم. وأنا وزير التجارة نعطيك نقول لك اللي العوان المحلفين هما في حدود 700، واللي يخدموا على مستوى الميدان واللي يخدموا على مستوى الميدان في حدود 550 600 اللي قاعدين يخدموا على مستوى الميدان. هل 100 كرهبة وال 100 عون نزادوا ولا ما نزادوش؟ ال 100 عون احنا في طور الانتداب نتاعهم، وإن شاء الله من هنا الأسبوع أسبوعين يخرج القرار نتاع الانتداب نتاعهم ويخرج معناتها في الوسائل الرسمية يخرج سي معناتها قدمنا فيه وباش يخرج القرار نتاع الانتداب باش نبدا عليه. ثم راهو مشكلة طرحت يعني على الانتداب تتر قوس نفتحوه وقت احنا حابين ننتدبوا 100 عون توا عندنا عام جاونا 36,000 مطلب وكان من المستحيل التريتمون نتاعهم. دونك لذلك عملنا معناتها ان سيستيم دو تيل فاسون باش نجموا نعملوا انتري في المطالب هذوما ونجموا نعملوا انتري اوتوماتيك اللي نجم يسهل لنا على خاطر من بعد العمليه نتاع 3 مرات يتم التاجيل نتاع الانتداب. وان شاء الله السنه باش ننجحوا في الانتداب هذا نتاع مدينه تعاون. 100 سياره جبنا منها حسب التقرير 50 سياره وثم ان شاء الله 50 سياره باش تجي من بعد. كيفاش باش يتم توزيعهم هذوما؟ شو سامحني 100 عون على كافه الولايات انت والحاجيات نتاعهم. انا نحب نحيز اعوان وزاره التجاره على العمل اللي قاعدين يقوموا به كل يوم على مستوى الميدان. انا نحكي لك زاد انكدوت صارت البارح، ثم مخزن في تونس تم فيه تفاح 150 طن من التفاح، جاءوا اعوان التجاره حبوا باش يحزوا التفاح هذا، هجموا عليهم الناس نتاع اللي يملكوا المخزن هذا هجموا عليهم وتم يعني استجد بالامن والقوات الامن مشكورين جاءوا معنا، ومن بعد في الليل رجعنا وهزينا ال 150 طن من التفاح، وفي الليل نص الليل وإحنا نخدموا الناس تخدم ما رقدت إلا الخمسة تاع الصباح باش نجم تتهز قريب 3000 جاج وهبطتوا للمارشي دو جروب تاع بير القصعة، وتم يحاولوا الناس باش تعدي. راهو ظروف صعبة جدا ونحب نحييهم على الظروف الصعبة اللي يخدموا فيهم، ونحب نحيي قوة الأمن زادة خاطر ثم ما نجموش نخدموا. أنا قلت إحنا في الآخر سما يتعاون كان ما نجموش ننسقوا بالكدا مع قوات الامن ومع اللي عددهم اكبر اللي هما متعاونين معنا ما نجموش نكونوا. انت حكيت على الحمله، راهو الحمله هذه بدات منذ شهر ديسمبر والحمله عملنا حمله كبيره معناتها كانت ذكر حتى ترجع شعور عام انها حملات ظرفيه مؤقته ماهيش ظرفيه ومش مؤقته. ثم حمله اما
تمت عدة حملات وتم حجوزات وتم قرارات متاع غلق وقاعدين يتواصلوا، لكن حاجة معقولة اللي وقت ثم الشهر اللي فيه الاستهلاك كبير يكبر وقتها تكون حملة معناتها في النيفو متاع الاستهلاك اللي باش يتم في رمضان، وثم بعد باش تواصل على خاطر فصل الصيف زاد هو فصل متاع استهلاك كبير، باش تكون ثم حملات متواصلة. ولحد الآن احنا قاعدين نتحركوا على مستوى الميدان على مستوى ثلاثة نيفو، على مستوى الطرقات، على مستوى المخازن، وعلى مستوى أسواق التفصيل. ولهنا قاعدين نخدموا مع بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع وزارة الفلاحة، مع وزارة الصحة، مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الكل مع بعضنا. وهذاك راهو العمل الحكومي المنظم باش نجموا نقدموا، باش نجم يكون ثم العمل الرقابي عنده ريزولتا. خاطر التوانسة زاد الناس، احنا ما نخليو الناس اللي تحب تتلاعب بقوت التونسيين. ثم قرارات نتاع غلق نصدروها، ثم حجز نتاع كميات، ثم خطايا مالية، وثم حتى السجن. ولأول مرة معناتها السنة سجن في ناس تلاعب بالمواد المدعمة. هو البارح كان بحثنا سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك يحكي حتى انه مش يكونوا ضمن هذه الفرق المشتركة، باش تكون مجهودات متعذرة. هوني فقط نطمن يعني التوانسة انها باش تستمر العمليات هذه، العمليات هذه باش تستمر وماش تاخذوا. هذه راهو السيد رئيس الحكومه يتبع فيها شخصيا العمليات هذوما، وقاعد يتبع فيها باش نجموا نقدموا باش نجموا نواصلوا. وانا زاد قاعد نتبع والخاين الكل معانا، وثم تنسيق كبير مع الامن باش نجموا يتواصلوا الحملات هذه. لكن زاد راهو مهم باش التزويد يكون محكم، ولذلك ثم جلسات تقنيه مع وزاره الفلاحه مع وزاره الصناعه باش تاكدوا من لي نيفو دو برودكسيون، وكان ثم نقص احنا نوردوا، وكان ثم مشاكل في بعض القطاعات نفرضوا احنا باغ اكزومبل. ثم توا شفنا اللي اسعار نتاع الدقله زادت، اسعار نتاع الدقله ارتفعت، دونك شنو باش نعملوا؟ عملنا برنامج نموذجي. انا توا العشيه كان عندي اجتماع مع المصدرين نتاع الدقله وتفهمنا معهم باش يعطيونا 1500 طن باش نبيعوها في المساحات التجاريه الكبرى، باش نبيعوها في الاسواق في باكويت بوكيلو. الدقله فراك باش تبيع للمواطنين في باكويت بوكيلو ب 5800 كيلو، والدقله برونشي باش تبيع للمواطنين ب 7900 كيلو. هما اسعار مدروسه، وهذو 1500 طن باش ندخلوا بها خاصه في المساحات التجاريه الكبرى وفي الاسواق الاسبوعيه. كنا نلقاهم ب 10000 و11000 و12000 كل مره. ثم هذا هو ثم موجود، هذا راهو ماهوش تحديد نتاع السعر، هذوما كميات نتاع الدقله 1500 طن باش يتم ضخها في السوق بالاسعار هذه في باكويت بوكيلو، معناتها باش تبدا تلقى موجوده. سيد الوزير مادامك حكيت على الفضاءات التجاريه الكبرى، ثم تنسيق معاهم فيما يخص الاسعار، فيما يخص المواد المتوفره جوستومون؟ جلسنا معاهم على مستوى الاسواق، وثم عده مواد باش يتم التخفيض نتاعها بمناسبه شهر رمضان، وهم باش يعلنوا على الليسته هذه ان شاء الله في الاسبوع القادم معناتها. ثم رانا قاعدين ننسقوا معاهم ونقعدوا ونجلسوا ونراقبوا فيهم ونسلطوا عليهم عقوبات كان يخالفوا، راهو ماهمش فوق القانون المساحات التجاريه الكبرى وماهمش على راس المريشه، راهو كيما العباد الكل. كي ثم تجاوزات راهو يتعاقبوا على تجاوزات. هو جاوبت على سؤال ما تطرحش انهم هما فوق القانون. معناها خاطر يتقال لك هذا ما يسالش. انا نحب نذكرك انه في 8 نوفمبر 2017 السيد رئيس الحكومه استقبل اصحاب الفضاءات التجاريه الكبرى، وقتها كان مع العلم ان هما يتحكموا تقريبا في 20 أو 25% من سوق التفصيل. وقتها كانت الامال كبيره انه مش يكون ثم تخفيضات. من 2017 يتعاود نفس الشيء انه فما التزام منهم للتخفيض، وقائمه سيتم الاعلان عنها. سامحني، اذا غدوه يكون التخفيض في دبوزه نتاع بدون نتاع جافيل ولا في باكو اومو باش يتم التخفيض. سامح سيد الوزير، انت تعرف استهلاكيه، انت تعرف انه لا اذا ما يكونش انت اليوم التونسي ما يهموش في صاحب الفضاء التجاري، يهموا في وزير التجاره. وقت اللي مش يخاطبه يقول له احنا راهو صار اتفاق مع الفضاءات التجاريه الكبرى انه فما تخفيضات في المواد التاليه، وقتها نجم نسمع. اما نجم نقول لك راهو الفضاءات التجاريه تتباع كعبه العظم العربي بدينار و500. هاو نعطيك مثال. الحاجه الثانيه اذا تسمح لي، التركيز على مكافحه المحتكرين والناس اللي توزع معناها في الخضر والغلال خارج المسار القانوني. الناس اللي تخدم يقول لك انت قاعد تداوي في ظاهر المرض. اسمع مشاكلنا، العظمه 70% من الكلفه نتاعها مورده.
الفلوس مورد، الدوائات موردة. أنت كي تتدخل كوزير التجارة وتفرض عليها لفترة تسعيرة معينة، تعرف أنه حارة العظم مش هذا كسومها، وتعرف أني من بعد سومها مش يغلى. أسمع مشاكلي المنتجين للحليب، يقول لك أسمع مشاكلي. صحيح مش كل هم التجارة، فما قطاع يعني وزارة أخرين يدخلوا في المنظومة، ولكن في الأخر أنت مش تلبسها، خاطر أنت علاقتك بالمواطن. يقول لك تقول تحب الحليب ما يزيدش، لكن يقول لك أنا خاسر في خدمته الحليب، يتكلف لي أكثر، يلزم تزيدني. معناها اطمن التوانسة، لكن التوانسة هذم فيهم جزء اللي هم المنجين، يقولوا لك راو ظروفنا تحتاج أنكم تسمعونا، وما تصوروناش على أن كنا نتهربوا من المسالك القانونية ونحتكروا ونضاربوا. حتى حد ما قال الشيء هذا، ما نشر الفلاحين عن البرسيبسيون، لأن نحييهم الفلاحين على العمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به، وإحنا راهو منظومات الإنتاج بصفة عامة نحافظوا عليها، ونحبوا نحافظوا على منظومة الإنتاج، خاصة أنت حكيت على منظومة الألبان اللي نعرفها مليح ونعرف المدخلين نتاعها الكل. منظومة الألبان منظومة مهمة في تونس، منظومة قاعدة. ما ننساوش اللي احنا التوانسة راهو نشربوا في الحليب نتاع الأبقار، ما ننساوش نشربوا في الحليب الريكونستيتوي. سي محمد كي كان صغير يذكر أكبر مني هو سيغتيرمون، يذكر كيفاش كان يشرب في الحليب الريكونستيتوي معناتها بالغبرة، حليب بالغبرة كان يتوزع في المدارس الابتدائية. توا نشربوا في الحليب نتاع الأبقار نتاعنا، الحليب اللي منتج في تونس. خدوا اكثر من 120 الف فلاح يشتغلوا معناتها في العمليه هذا. عندنا عده مركزيات اللي هي ناشطه جدا وقاعده تشتغل وتعمل، وعندنا الياغورت والديريفي نتاعو. دونك هذا الكل عندنا لازم نحافظوا عليه، والدوله راهو قاعده تدعم في العمليه هذه. كل لتر حليب قاعد يكونسومي فيه المواطن، الدوله تدعم فيه 360 مليم اللتر هذاك، وتزيد تدعم 90 مليم الكوليكت نتاع الحليب هذاك، وتزيد تدعم 50 مليم الستوكاج نتاعو، وتزيد تعمل عمليه، قمنا بعمليات لتشجيع الفلاحين على اقتناء الاراخي وعلى اقتناء الابقار، منحه اكثر من 60% للفلاحين، منحه نتاع تسمين كانت 150 دينار للعجل ولات 300 دينار، معناتها ثم انيفور تعمل فيه الدوله، ماهوش كافي صحيح ناقص، اما لازم نلقاو انيكيليبر، وحنا ما نردوش على بعضنا، ثم حتى دعوات للاضراب اكسترا، وقعدنا معهم وحكينا معهم، وان شاء الله نلقاو حلول اللي ترضي الجميع، اما ارضاء الجميع صعيب، اما احنا المنظومه نتاع الانتاج لازم نحميوها، لازم نحافظوا عليها، وهذا راهو في التوجه نتاعنا وفي التوجه نتاع الحكومه، اما ثم صعوبات على الماليه العموميه لازم العباد الكل نتفاهموها، وما نجموش ناخذوا الدنيا كل فرد وقت، لازم زاده نفهموا اللي راهو نجموا نقسموا الامور، ثم حاجه تاخذها توا حاجه تاخذها من بعد، والعباد الكل لازم تفهم ونبداش في سياسه زاده لي الذراع مع الحكومه، وتوا على خاطر ثم انتخابات جايه هذا الكل احنا نحبوا نسيطروا عليه، وانا مؤمنين اللي المنظومات والبيرينيتي نتاع المنظومات هذه حاجه مهمه لتونس، اللي احنا عندنا منظومه تنتج في الحليب، عندنا منظومه اللحوم الحمراء اللي ثم منظومه الحبوب، ثم منظومه الدواجن اللي حكيت عليها انت، وزاد راهو ما ننساوش الدواجن، ثم بعض المشاكل صاروا في البرمجه واللي احنا تفاديناهم الان، لكن زاد مهم باش يكون الربح معقول عند الناس الكل باش نجموا نواصلوا. صحيح صاروا برشا مشاكل قبل خاصة في ميدان البيض، والآن ثم الحمد لله حركية رجعت في الميدان هذا، لكن زادة لازم نحافظوا زادة على التونسي ونحافظوا على القدرة الشرائية نتاعو ونحافظوا زادة على الفلاح نتاعنا وعلى المنتج نتاعنا. السيد الوزير ممكن قبيلة في الفلاش حكينا على الأوضاع شوية في ليبيا، تعرف أوضاع غير مستقرة حاليا، وكيف كيف أخوتنا الليبيين عندهم شهر رمضان متعودين يعني من ثم كميات من المواد من تونس تمشي ليبيا تصدر. سنة ثم تعامل بين الجانب التونسي والجانب الليبي في بعض المواد لإرسالها إلى ليبيا وتصديرها. احنا ليبيا هم اخواتنا، وعنا علاقات طيبة جدا مع الاخوة الليبيين، وانا السيد وزير التجارة والصناعة الليبي دونك سي علي كان بحذينا توا عنده 3 أسابيع، وعملنا جلسات عمل مع بعضنا، ونحب نحييه، ونحبوا نرجعوا العلاقات كما قبل، ونحبوا نرجعوا التصدير إلى ليبيا كما قبل، ونحبوا نرجعوا التعاون مع ليبيا كما قبل. ثم انيفور قاعد يتم مع البنك المركزي التونسي مع البنك المركزي الليبي، احنا نرحبوا بهم خوتنا الليبيين في تونس. وانت تقول معناتها كان ثم معناتها انا فلون وعد عبيد باش تجي لتونس على مستوى الاستهلاك، احنا هذا كله متحضرينه، ثم كميات موجوده من الخضر من الغلال من كافه المواد باش نجموا نعديو الموسم رمضان بخير، نطمن التونس نعاود نطمن راهو كافه المواد باش تكون موجوده، ولا داعي الى الله فخاطر شفنا في الحليب كي سمعوا العباد اللي ثم قريب مشاو هبطوا الكل باش يشريوا. هذا معناتها ناكدوا راهو قلت لك نعاود راهو عندنا اكثر من 30 مليون، واحنا
في موسم الذروه نتاع الانتاج، دونك ما ثم حتى مشكل في رمضان على مستوى الحليب اكد، وحتى على مستوى الدواجن على مستوى العظم باش يكونوا موجودين، على مستوى الخضر، على مستوى اللحوم الحمراء الكل، على مستوى اللحوم البيضاء الكل باش يكون موجود في رمضان، وثم المراقبه باش تكون موجوده وقاعده الان تشتغل، وباش نواصلوا العمل هذا ان شاء الله الكل مع بعضنا، على خاطر مهم باش التونسي يحس يتعدى رمضان، ما لازموش زاد يزيد يخمم اكثر والمشاكل اللي قلت ربي رمضان يتعدى. هذا كل على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي هذا كل على المستوى الداخلي، مستوى التصدير تعرف دخلنا الدوفيز وفي حاجه لهذا الكل، وتعرف الظرف الاقتصادي اللي نعيشوا فيه الكل. علاش عطيت ليكزامبل نتاع ليبيا؟ خاطر برشا مواد توصيه مطلوبه يطلبوها مالهريسه، الطماطم نتاعنا، الحليب والصناعيه، المواد الصناعيه قاعدين يصدروا. ثم تحسن 80 دوله ابسوليومون جوست عائدات كبيره في 3 اشهر هذوما، تحسن شويه الميزان التجاري على مستوى تونس، مازال ما نسيوش الميزان التجاري راهو مادام ما تحلتش مشكله الفوسفات ومشكله الانرجي، راهو هذا مهمين جدا. ثم عمليات نتاع تصدير قاعده تتم، ثم ناس تشتغل على مستوى التصدير نحو خاصه نحو السوق الافريقيه. ننساوش تونس راهي ولات مومبر، يعني ولات عضو في الكوميزا اللي هو تجمع اقتصادي مهم في شرق افريقيا، وصادق عليه البرلمان توا عنده جمعتين، دونك هذا الكل نجموا نحو السوق الافريقيه. ثم مجال كبير للتصدير، الدوله عملت تشجيعات كبيره للناس اللي تحب تصدر، صندوق النهوض بالصادرات تعدى من 40 مليون دينار ل 80 مليون دينار السنه هذه، وان شاء الله 100 مليون دينار السنه الجايه، دونك ثم تشجيعات قاعده بها الدولة لتشجيع على التصدير، لتشجيع الشركات التونسية على الاستثمار. بمسألة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وين مش تكون متوفر؟ ثم عدة نقاط باش تتم، وزارة الفلاحة باش تركز يعني بتنسيق خيمة يعني في شارع الحبيب بورقيبة، ثم عدة نقاط في وسط الولايات كيما عاملين باش تراقبوا الأسعار نتاعها، الأسعار نتاعها لازمها باش نراقبوها، باش نراقبوها خاصة بالأسعار على مستوى السوق الجملة. ما توصلش الأفكار اللي من النوع هذا؟ علاش ما توصلش على مدار العام؟ علاش يلزم شهر رمضان باش تعمل يعني حاجات من نوع هذا؟ علاش ديوان الزيت يبيع معناها إترة الزيت ب 7 دينارات و800 كان فقط؟ لا عنده 3 اشهر سي محمد، عنده 3 اشهر من اللي بدا قاعد يبيع فيها، ديوان الزيت يبيع في السعر هذا، عنده 3 اشهر ويبيع بالسعر هذا، وكمل باش يضخ كميات بمناسبه شهر رمضان اللي هو 7800 لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز. دونك اكسترا فيرج معناتها الفضائيات هذه من المنتج المستهلك لازمنا نشتغلوا عليها. اما انا نطرح فكره اخرى اكثر، هي كما يقولوا هي الايكونومي سوسيالي سوليدير، اللي هي تنجم معناتها تعاون الفلاحين اللي باش يتنظموا في تعاونيات وهما يهبطوا يبيعوا، وثم دي سيخويكو هذا كل متطور برشا في البلدان، اقتصاد التضامن الاجتماعي مهم جدا، ونشتغلوا على القانون هذا اللي هو قانون مهم ينجم يعاوننا باش نجموا نعملوا اكثر دي مارشي دو بروكسيميتي للتوانسه، باش نجموا يقضيوا ديريكتوم من عند الفلاحين، والفلاحين باش نجموا يهبطوا لهم السلعه نتاعهم، باش نقصوا من عدد الوسطاء. هذا معناتها نشتغلوا عليه ان شاء الله مع بعضنا الكل. بربي سيد الوزير عم ناول كي شفنا لي بوان دو فونت نتاع المنتج المستهلك، شفنا زاد المحيط كيفاش يقعد اونتر تون بالزبله حاشاكم مناظر ما هيش لايقه لا لوجهه البلاد لا الناس اللي تجينا وتحب ترى تونس في رمضان، دونك هذا كيفاش حضرتك؟ هاو سنين ان شاء الله ثم بلديه منتخبه نشوفوا معناتها ان شاء الله ثم تحسن في الاداء، ان شاء الله ثم تنسيق يخدم مع البلديه مع الولايه للعمليه هذوما، والناس زاد اللي هي عندها يعني محلات ونصب زاد ما فيها باس، كي تشوف في دول اخرى يلم نصبته وينظف وراه تعمل شويه مجهود هي ويستنى في البلديه تجي وراه هي تكنس له، ما فما مجهود ذاتي زاده اكيد. شكرا لك وزير، رمضان تونس كل مبروك ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك سيد وزير التجاره عمر الباهي على كل هذه التوضيحات، كل هذه التفاصيل المقدمه. بعد شويه ضيفنا يكون عبد القادر الحمدوني كاتب عام مساعد الجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي، نستقبلوه بعد الفاصل.